سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات، بغيت نديكم معايا تحوسوا شويه في هذه العطله، في هذه العطله هذه نفرجكم، نديكم شويه معايا تشوفوا البحر، الشاطئ ديال اكلو. صراحه كان داك النهار كان البرد، والبنات كانوا بغاو يعوموا. ساعه لقينا البحر خايب، هبطوا شويه لعبوا شويه في الماء وصافي، من بعد طلعوا معاموش وصافي. هذا اللي كان البنات، بغيت غير نشارك معكم هاد شويه هذا من هذا الفيديو هذا. وهنايا البنات، كنت تمشى المهم، وشاد التليفون كيتزعزع ما بانش بزاف. وصراحه ما صورت لكم لاكوت، داك النهار كان خاوي في الصباح، مشينا شويه الصباح تغدينا تما، وهذا ما صورتش لكم في لاكوت المهم ديال اكلو، صورت لكم غير شويه من هنا وصافي، شي حاجه بسيطه. اما في الصيف ملي كيكون عامر كيكون زوين، كاع ما كنسخاو ونجيو ان شاء الله. طال الصيف ان شاء الله نعاود نمشي ونصور لكم البحر ديال اكلو.
سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا البنات، بغيت نشارك معكم المشتريات اللي جبت معايا من تيزنيت وداكشي اللي تقديت في صاكا. غنبدا لكم ديال تيزنيت البنات. هذه جبت هاد القطعه، هذه هاد القراده، هذه جبتها ب15 درهم. قالوا لي بلي زوينه. المهم كنت بغيت نشري نجيب ديال الخشب، كنت بغيت نجيب ديال الخشب، وهذا قالت لي واحد السيده تما بلي المهم خايبين، قالت لي كيغمالو، ضروري خصك تبقاي ديريها في الشمس في البالكون ولا شي هكا، قالت لي ضروري خصها الشمس. صافي ما زعمتش عليها وجبت هادو. حيت داكشي ديال الخشب هو اللي ولا دابا عاوتاني هو اللي ولا الامو، داكشي اللي كيستعملوه بزاف. صافي جبت هادي، جبتها انا اختي، هادي زوينه صراحه عجبتني. صراحه شفتها عند واحد السيده كنت عجبتني ولكن ما عرفتش فين خداتها. المهم هادي عجبتني زوينه، 15 درهم هادي. وجبت هاد الصفايه، هادي حتى هي عاديه، ولكن علاش جبتها؟ هادي جبتها العجانه، لحقاش ملي كندير الدقيق كنبقى نغربل بالغربال، كيدخل ليا كلشي الدقيق على الجناب. وجبت هادي واخا لقيت عوينتها شويه كما كتشوفوا شويه كبار، وما صافي، ولكن جبتها حتى جبتها وحيت ليها داك القاعد اللي كيكون فيها، وصافي ما غاديش نقدر نردها. المهم حتى نعاود نجيب شي حاجه اخرى. عندي باني دابا بهادي، هادي حتى هي 15 درهم، هادي اينوكس زوينه وكبيره، غير كتبان صغيره. وجبت هاد المقله، هادي عجبتني، هادي جبتها كنت شفتهم فواحد السيت، هادي جبتها شفتهم في الكبار، وديما كنقول نقلب عليهم نلقى زعما نلقى الكبيره، ساعه ما لقيتهاش لقيت غير هادي. هادي يمكن ماشي شي كاليتي، بنت لي غادي تقشر، ولكن المهم لقيتها، لقيت في عنده غير وحده وجبتها. هادي 260، هادي نطيب فيها البيض لبنتي، نطيب فيها بانكيك. المهم ان شاء الله راه ملي غادي نصوب بها شي حاجه راه غنبارطاجيها معكم ان شاء الله. زوينه صراحه، كون لقيت فيها شي كاليتي وتكون كبيره تكون حسن، ولكن معليش نجرب هادي ونشوف. اشنو جبت في تيزنيت؟ جبت هادو، هادو ديال كيكا كب كيك، اي حاجه المهم ماشي ضروري نضيف فيها البيض، نضيف فيها البيض علاش لا في الفران. هادو باكيه فيها 6، 260. وجبت جوج باكيات، ها هي باكيه الاخرى حتى هادي 260، 260 الوحده، ها هي ها هما. وجبت هادو عطاتهم لي اختي، هادو ما شريتهمش، هادو غير عطاتهم لي اختي، راه باقي نجدد، باقي كاع ما خدمت بيهم، كنت غير حطاهم هي. هادو ديال العبار ديال، وجبت جبت هذا، هذا ديال كان عندي نيت، هو نيت باقي عندي، ولكن صافي ما كنتش كنمسحو هنايا ملي كندير في الفران، ما كنتش كنمسحو، بدات تخسر ليا من هنايا. دابا هذا غنرد ليه البال مزيان، بقى ندخل ليا شي حاجه من هنا نعاود نمسحو عاد ندخلو الفران باش ما يتحرقش ليا هنايا. هذا شريته ب20، راه كلشي هادشي باقي مغبر. هذا جبته ب20 درهم، عند واحد السيد الله يعمرها دار في تيزنيت، كيدير الاثمنه زوينين، ديما كتقدا عنده اختي. نسيت ما صورتش لكم المحل ديالو، ان شاء الله منعاود نمشي نصور لكم المحل ديالو، تا كيدير داكشي رخيص الصراحه. هادو ب54 درهم في اسواق السلام، واخا غادي تقولوا لي ماشي نفس الكاليتي، راه نفس الكاليتي، نفس كلشي، راه بحال بحال، راه شفت هادوك وشفت هادو بحال بحال. تما 54 درهم، هادي 20 درهم، ها هما. هادو حتى هما في تيزنيت، جبتهم في تيزنيت، هادو جبتهم ب2 دراهم، هادو صغار صغيورين، 2 دراهم الوحده. بحال الا كنت غادي نصوب معكم شي حاجه هنايا ندير فيها الملح والكاكاو والخمارات والفاني. المهم هادو جبتهم فيهم 6، عجبوني هاد الشكل، فيه شكيلات بزاف، انا فضلت نجيب هاد الشكيلات، هادو عجبوني. وهادو شي حاجه بسيطه جبتها في ساكا، جبت هادي، هادي كانت عندي جبتها فيها داك العام، ومني كنغسلها بقيت كنسوسها هكا وتهرزات ليا من هنا. صافي وعاود مشيت وجبت هادي، هادي 5 دراهم في ساكا. وجبت هادي ديال البيض، هادي ديال البيض، غنبقى ندير بحال الا كنت بغيت نفرق البيض على الصفر، غندير البيض هنايا وراها هي راه باينه كيتفرق البيض على الصفر. هادي 5 دراهم، هادي حتى هي 5 دراهم. وكاين هذا ديال الزيت، هذا عادي كنت بغيت نجيبو في تيزنيت ما جبتوش وخديته تما، هذا 5 دراهم. بعض المرات كنبغي ندير الزيت في القرعه كتبقى تكب ليا، وجبت هذا، وما عندهمش فيهم الاحمر باش نجيب الاحمر،
لقيت غير هذا هو اللي جبت، وهادو هادو باقي ما عرفتوش زوينين ولا باقي ما جربتهمش. هاد الحكاكات هادو ديال المعن، هادي دايره هنا حرشه وهنا يدير بونجه، هنا بحال داك القاعد الحرش. هادي 5 دراهم ان شاء الله، راه غادي ندير بها واحد هذا نحك بها المعن، واحد الطريقه ديال الحكاكه المعن بلا جيكس بلا صابون البلدي ان شاء الله. ملي غادي نديرها راه غنبارطاجيها معكم ان شاء الله، وغادي نحكها بهذا بهادو. المهم هادي راه ديال تختيرها نساتها عندي، هادي ديالتي جبت غير وحده قلت نجربها ونشوف. او جبت هذا، هادو اللي عجبوني بزاف. هذا السولفيغيزي هذا عجبني صراحه بداك الثمن، ها راه حليت الباكيه. ها هي داك السولفيغيزي هذا، جبت فيه 4 الباكيات. الباكيه فيها 8، الباكيه كيكون فيها 8 ب5 دراهم الباكيه. وهادو اصلا انا كنشري غير واحد ب2 دراهم، واحد هذا كنشريه ب2 دراهم. هادي دابا راه بحال قلتي طايحين ب12 ريال، وما عرفت شحال طريق تقريبا، ما عرفتش تقريبا شحال هذيك، يمكن 12 ريال ما عرفتش شحال وحده. المهم الباكيه ب5 دراهم، جبت فيها 4. واشني جبت؟ جبت هادي وهادي يا البنات، هادي هاد الشطابه، هادي ها هي هاد الشطابه، هادي ها هي، عرفتش غتبان لكم ولا لا؟ ها هي هادي. المهم هادي جابتها اختي، هي اختي اللي هزاتها في الاول باش تجيبها، وكنت اصلا انا منين انت كنت بغيت نشريها وكنقول بلاتي بلا ما نزرب، خفت لا نشري شي حاجه ما زويناش، قلت احسن نقول لاختي تصيفطها ليا على في برا. وصافي شت اختي الاخرى شراتها، قالت لي اجي نديوهم، قالت لي صدقوا 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 ما صدقوش شي مشكل، ماشي شي ثمن 54 درهم باش جبناهم الوحده. ومني شفتهم عندي، شفتها عندي بنت عمتي، قالت لي راه زوينين بزاف، شكرتها ليا، قالت لي زوينين بزاف بزاف، بحال هكا الفايانس هكا الحيط، بغات تغسل الحيط هكا، هذا تمسح الحيط في الغبره وداك الشيء زوينه. وجبت معها هذا ديالها، هاد الشفافه ديالها الاخرى، ها هي. واخا هادي صراحه ما عرفتش الثمن ديالها شحال، حقاش ما بقاوش عندهم، تقاداو ليهم عندهم غير جوج، خديت انا وحده وخديت اختي وحده، وقلت لي جمع لي الحساب. ما عرفتش شحال هادي دايره اختي، عارفه ما نسيت ما سولتهاش. هادي ديالها، وحتى الا قدمت هادو قدام هادو بقات هي، كاينه الطريقه الطرق بزاف ديال داك الجفاف كي كيتقطي، شي فوطه قديمه ولا تكون حتى جديده ودير لاستيك من الجناب هكا وصافي، ها هي الجفاف ولا الكراطه ولا شنو كتكون واحده شنو كيسميها. هادشي البنات اللي جبت، نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش الى عجبكم